العلم نور والظلام عار أو جهل، جملة بنسمعها كتير وبنقولها في وسط كلامنا، وعارفين إن الحضارات اتبنت على علم. طب تعرف إيه عن العلم اللي نور العالم كله في العصر الذهبي للإسلام؟ أنا آسر، وده اللي هنعرفه النهاردة مع بعض في آخر سلسلة حلقات في دقايق في رمضان. لما بنتكلم عن العصر الذهبي للإسلام بنتكلم عن فترة علم وتقدم كان استثنائي، تفاصيله كتير وإنجازاته أكتر، ومهما هنتكلم عن تأثير الفترة دي على العالم الكلام مش هيخلص، وعلشان كده هنركز على نقاط معينة اللي بتبين إن الفترة دي كانت بداية ومهد لحاجات كتير غيرت شكل العالم حوالينا، وكانت مصدر إلهام لحاجات كتير حوالينا. أول حاجة هنتكلم عنها هي الجامعات. أنت تعرف إن أول جامعة بنيت كانت في تونس وهي جامعة الزيتونة، ودي تأسست قبل قرنين من أول جامعة تأسست في أوروبا كلها، تخيل بقى. بعده ظهر بيت الحكمة في بغداد، وبعده تأسس جامعة القرويين في فاس، وبعده جامعة الأزهر. وكان أول تأسيس لجامعة في أوروبا كان جامعة سالرنو بسقلية، والجامعة دي لما تأسست أخدوا الفكرة من العرب في تأسيس الجامعات، وبعدها تأسس جامعة بادوفا في إيطاليا، وكان بيدرس في الجامعات بالكتب العربية. يا الزمن يا في الوقت ده كانت الجامعات الإسلامية لها تقاليد مختلفة، يعني مثلا ليهم زي موحد للطلبة وزي موحد للأساتذة، وممكن الزي يختلف من البلد للتاني ومن العصر للتاني. طبعا بدأ الأوروبيون ياخدوا نفس فكرة الزي موحد في جامعته عشان يبقى هو الروب الجامعي اللي بيستخدمه لغاية دلوقتي في جامعته. شوف الهنا اللي احنا فيه. وعلشان أي أمير أو وزير يزور الجامعة الإسلامية لازم يرتدوا زي الجامعة قبل دخوله، بصراحة حاجة في منتهى الشيء. تاني حاجة هنتكلم عنها هي الطب، وبشكل متخصص أكتر المستشفيات. أول مستشفى في الإسلام بناها الوليد بن عبد الملك في دمشق، كانوا بيهتموا جدا باختيار مكان المستشفى وإنها تكون بعيدة عن المناطق السكنية علشان في حالة حصل أوبئة، حتى إن بعد انحصار الحروب الصليبية عن المشرق العربي بدأوا يطبقوا وياخدوا نظام من المستشفيات الإسلامية والطب العربي. مجال الطب العربي ساعتها كان هو الأفضل. أيام بقى. وأول مستشفى للجذام بناها المسلمون في دمشق، وفي نفس الوقت اللي كان المسلمين بيعالجوا فيها الجذام كانت أوروبا بتشوفه على أنه غضب من الله يستحق الإنسان عليه العقاب، لغاية ما أصدر الملك فيليب أمر بحرق كل المجزمين في النار. مين؟ الملك فليب. يا جماعة الراجل ده بجد مش طبيعي، يعني مفيش حد بيشوفه إلا وبيحرقه. الفترة دي كان في علماء قدموا إسهامات علمية في مجالات مختلفة نقدر نقرأ عنهم ونتعلم منهم كتير، زي أبي ريحان البيروني وابن سينا والرازي وعمر الخيام وابن الرشد وابن النفيس، علماء تانيين كتير كان ليهم تأثير مهم في العصر الذهبي للإسلام. الخلاصة، ممكن احنا قلنا نقطتين بس في بحر معلومات وحقائق عن العصر الذهبي للإسلام عشان نبين ان قد ايه العلم نور، وان كان في ناس بتتحرق لمجرد انهم مرضى. الظلام جهل فعلا، وعشان تبقى دايما عارف تاريخك كويس جدا وتفخر بيه. في طفرات كتير حصلت في العصر الذهبي للإسلام غيرت ملامح علوم كتير نعرفها، ده غير العلماء العظماء في الفترة دي وإنجازاتهم. هل ممكن نعرف عنهم أكتر في الحلقات الجاية؟ ولا هنعرف أكتر عن العلوم اللي أثرت بشكل كبير في المستقبل؟ هنشوف مع بعض. أشوفكم على خير إن شاء الله في الحلقة الجاية. مع السلامة.